شباب هسه بدها تسجل المحاضرة، اسمع علي زين. احنا هسه شنو؟ احنا بدنا نحل هسه المثال الموجود بصفحة 120. زين، يعني بدنا نحل المثال بصفحة 120. باعوا، هو شقد مطيك؟ مطيك 100 مايكرو سكند. شنو عرض عرض السيجنال كلها؟ مطيك اياها 100 ملي سكند. نصها دي يروح وين؟ بالسنكرونايزيشن. دي يروح 50 ملي سكند بالسنكرونايزيشن. شنو بقى؟ بقى عندك 1 ملي سكند عرض. منو؟ عرض السيجنال اللي راح ترسل. هذه طبعا ما داخله بالحسابات، ما داخله بالتقسيمات اللي حكينا عليها، انه اقسم الوقت المتبقي على الامبليتيود مالتي. زين، يعني وبعد شنو ايش مطيك؟ مطيك جارد فريكونسي. جارد فريكونسي مقداره ايش قد؟ مطيك جارد فريكونسي مقداره 1 ملي سكند. مو صحيح؟ بس مطيق جارد فريكونسي مقداره 1 ملي سكند. خلينا نشوف هذا المتبقي شلون راح يصير. باو عليه، احنا هو ايش قايلت؟ 5 شانلز. فهاي ال 50 ملي سكند هذه المتبقيه، يعني احنا قلنا كلها 100، 50 راح للسنكرونايزيشن. هاي ال 50 ملي سكند اقسمها على كم؟ على كم سيجنال؟ على 5. ونقص من كل وحدة، أنقص شنو؟ أنقص 1 ملي سكند مال البلس ويث، ناقصا 1 ملي سكند مال جارد تايم. فبالتالي هذا هو التي سب اي، يعني هذا اللي نسميه احنا تايم افيلابل فور مودوليشن. تي سب اي بهاي الحالة قد يساوي 10 ناقص 2 وتساوي 8 ملي سكند. احنا ايش قلنا لكم؟ قلنا لكم مودوليشن اندكس شي يساوي مودوليشن اندكس اللي هو رمزنا له بالحرف K يساوي time available for modulation على maximum variable of f of t. time available for modulation على شنو؟ على maximum variation of f of t. maximum variation of f of t وش يساوينا؟ راح تساوينا 8 ملي سكند على capital letter A، لان احنا مفترضين بانه اعلى قيمه هي ايش قد؟ هي اي. الدلتا تاو ايش مطلق اياها؟ مطلق اياها الموجوليشن اندكس في الريزوليوشن، في سيجنال ريزوليوشن. الموجوليشن اندكس يساوي 8 على كابيتال لتر اي، والريزوليوشن مطلق اياها شنو هو؟ ايش قد؟ قايل لك زائد ناقص ايش قد؟ 2% of the signal amplitude، يعني 0.04 A. وبالنتيجة ها ايش قد راح تساوي؟ 320 مايكرو سكند. نجي على قانون الباندوث، هو ايش رايد من عندنا؟ هو رايد من عند حساب الباندوث. نعرف كل الزين حساب الباندويث يساوينا 1 على دلتا تاو في جذر سيجنال تو نويز ريشيو. طبعا انت تعرف السيجنال تو نويز ريشيو مطلق اياها بالديبي، لازم تحولها صح لو لا؟ فترجع تقسمها على 20 وتاخذ لها لوج، مو تمام؟ تعرفوها هاي طبعا. فبالتالي هاي راح تساوي 320 مايكرو سكند
مضروبة بمن؟ في 5.623 واللي تساوي 556 هرتز. 556 هرتز. هذا شنو؟ هذا هو الباندوث. هسه نجي على المطلب الثاني. خلينا نشوف اكو طالب متاخر جاي متاخر. سمعت صوت أعمق. هسه نجي على المطلب الثاني. المطلب الثاني هو طالب نرجع what's the maximum frequency response of each channel. احنا نعرف كل الزين انه sampling frequency يساوي 2 في الاف sub m والاف sub s والاف sub s يساوي 1 على t sub s اللي هي تساوي 1 على 100 ملي سكند ويساوي لنا 10 هرتز. فبالتالي هنا اف ام شو راح تساوي لنا؟ اف صب اس على 2 وتساوي لنا 10 تقسيم 2 وتساوي لنا 5 هرتز. هذا نحل السؤال الموجود بصفحة 120. زين عيني؟ من عنده سؤال؟ هذا الإجابة مال فرع B واللي فوق هو الإجابة مال فرع A. هنا الإجابة مال فرع هسه نحل السؤال اللي بعده. اكو واحد عنده سؤال قبل ما اخلص قبل ما ابدي السؤال اللي بعده؟ شوف خلي اقرا لكم اياه. يقول two channels of a PWM system having equal bandwidth بين قوسين منطقية F sub M are time multiplexed. صار بيناتهم شنو؟ multiplexing. The width of each pulse W is given at a sample time T1 by مطيك معادلة قايل لك W of T1 equals 0.1 plus 0.5 F of T1 where F of T is restricted to positive value and is measured in volts. The desired accuracy of the system is plus minus 0.5 and the guard time between channels is set as 0.1 microsecond. طبعا هو بفرعين. احنا راح نحل الفرع الاول فقط. What's the minimum bandwidth required for transmission if signal to noise ratio equals 20 dB? هذا فقط راح نحله. الفرع الثاني ما راح نحله. طبعا من المعادلة انا اقدر اطلع الموديوليشن اندكس. يساوينا 0.5 مايكرو سكند اوفر فولت. احنا نعرف الدلتا تاو شي يساوي؟ يساوي ان الموديوليشن اندكس في شنو؟ في سيجنال ريزوليوشن. في الريزوليوشن في 0.5 مايكرو سكند على الفولت في سيجنال ريزوليوشن اللي هو شو منطق اياها زائد ناقص 0.5 يعني مجموعهن ايش قد؟ مجموعهن 1 فولت. فبهاي الطريقة دلتا تاو راح تساوي لنا 0.5 مايكرو سكند. 0.5 مايكرو سكند. هو
هو ايش طالب؟ What's the minimum band required for transmission؟ ف احنا ايش قايلين؟ دلتا تاو تساوي واحد على بيتا في جذر signal to noise ratio، او نقول الباندويث بيتا او الباندويث بي، ايش يسميه سين واحد على دلتا تاو في تحت جذر signal to noise ratio. فبالتالي الباندويث او هو نفسه بي، اذا تعوضها يطلع 200 كيلو هرتز، يطلع 200 كيلو هرتز. طبعا بعد ما الباندويث قسمها على 20 تاخذ لها اللوج، ترجع تاخذ لها الجذر، ترجع تاخذ لها الجذر. زين، يعني هذا هو اكزامبل الثاني اللي موجود صفحة 121. منو عنده سؤال؟ منو عنده سؤال شباب؟ منو عنده سؤال على هذا الاكزامبل؟ انا شوي احاول احل سريع حتى ما يصير الفيديو كلش عريض، يصير الفيديو كلش طويل. احاول احل سريع حتى الفيديو ما يصير كلش طويل. بعد راح نحل المثال اللي بعده. اللي هو ظهر صفحة 121، يعني page 121 back، ظهر صفحة 121. خل أقرأ لكم إياه. مو صورت لكم إياه، أنا صورت المحاضرة، دا أصور لكم المحاضرة. أخذ له صورة ما يخالف، خذ له صورة. مين باو عليه هذا المثال؟ شو يقول لك؟ يقول لك 25 input signals. إذن إيش قد number of signals؟ 25. each band limited to 3.3 kHz. Each is band limited to 3.3 kHz. Are each sampled at an 8 kHz? For sampling frequency, مالت نزيد 8 kHz. On time multiplexed. Calculate the minimum bandwidth required for transmission using أولاً 5-bit PCM. 5-bit PCM. منكتب 5-bit PCM يعني شقد قيمة M؟ شقد قيمة M؟ يعني 5. هو دي يقول لك 5-bit. والثانية مطيك 7-bit PCM. 7-bit PCM يعني شقد قيمة M؟ equals 7. زين؟ شمطيش قايل لك 4 non return to zero representation. باو عليه وحده. احنا ايش قد number of samples؟ عندنا 25. نضربها بالsampling frequency، النتيجة اللي راح تصير 25 في 8، واللي راح تساويني 200 كيلو هرتز. هذا خلينا نقول عليه الكلوك. for non return to zero representation، الباندويث شو يساوي؟ اكبر او يساوي m على 2 tx. هو طبعا رايد المينيمم باندوث، يعني باندوث بهاي الحالة تساوي النشقيد M على 2
TX وTX يساوي إنه واحد على الف واحد على الف اف اكس يعني اثنين العفو ام يعني ام في اف اكس على اثنين. فأول مثال هو شايد له قايل 5 بت بي سي ام فالباندويث نعوض مش قد قيمة ام عوضها خمسة خمسة في الاف اف اكس اللي هي 200 على اثنين وتولد لي 500 كيلو هرتز. البي الباندويث مش قد الباندويث تساوينا نفس هذا نعوض ام قيمته 7 في 200 على 2 وتساوينا 700 كيلو هرتز. هاي الامثلة اللي انا محضر لكم اياها طبعا راح اوقف التسجيل هسه.